نبدأ. Type 2 diabetes mellitus. This type of diabetes mellitus usually occur in adults and this and so called it was called it adult onset diabetes mellitus. هذا النوع يحدث في الكبار مش زي الأول النوع الأول، وهذا بالتالي يعطوه adult الاسم اللي هو adult onset diabetes mellitus. في مقاومة لعمل الإنسولين في هذا النوع insulin resistance، وهذه الإنسولين resistance تكون long time before appearing of the symptoms of diabetes mellitus. إذن is present long before the onset of diabetes mellitus تؤدي إلى زيادة نسبة الإنسولين في الدم ويسموها هايبر إنسولينيميا. هذا الهايبر إنسولينيميا هذا بيحاول يدير يتغلب على مقاومة الإنسولين to overcome the insulin resistance. الإنسولين هذا الدابيس السكر هذا يظهر تعلمت تظهر لما الهايبر إنسولينيميا ما عندهاش قدرة وما عادش هاز نو لونجر باش افرازات باش يدير اوفركم للانسولين ريزيستنس، ويصير بالتالي اكزوشن للبيتا سيلز تاع لانجر هانس، وهذه كلها تؤدي نتيجه واحده وهي نقص الانسولين، وبالتالي يصير في عمليه انسولين ديفيسنسي. في التايب 2 يحدث زياده لتكون السكر في الكبد نتيجه تحول الجلايكوجين الى جلوكوز. Increase hepatic glucose production is an important factor in the pathogenesis of hyperglycemia, especially في advanced cases of type 2 diabetes mellitus نتيجة severe insulin deficiency. السكر لما يزيد في الدم اللي هو الجلوكوز يسموه hyperglycemia، هذه تعتبر توكسيك للبيتا سيلز فيسموه glycotoxicity. لما بيزيد بيؤدي إلى more destruction in beta cells وبالتالي يزيد عشان الانسولين، اذا حيزداد نسبه يزداد نسبه الجلوكوز في الدم ويصير هايبر جلايسيميا. عدد كبير most of the type 2 diabetes mellitus نجوهم obese patient 80% من حالاتهم نجوهم سمان عندهم family history positive، وكذلك عندهم امراض اخرى of insulin resistance زي الدايابيتس زي الهايبرتنشن والهايبر اللي هي الترايجليسيديميا والفاتي ليفر والسنترال ابدومينال اللي هو اوباسيتي. هذه كلها امراض اسمها ميتابوليك سيندروم. لو قارناها بالدايبيتس 1 تايب 1 دايبيتس ميليتس، هني قلنا اللي هي دايبيتس كيتوسيس از كومن باي هير از رير اكسبت ان ستريس كونديشن اكسبت ان ستريس كونديشن. يمكن نعالج دايبيتس ميليتس في التايب 2 بثلاث حالات: دايت كنترول، اكسرسايز، اند اورال هايبوغلايسيميك ايجنت. هذا التايب بما انه ما يعتمدش على الانسولين فيعطوه اسم نان انسولين ديبندنت دايابيتس ميلس. النوع الثالث او رقم ثلاثه من الاسباب اللي هي تحدث في سن الشباب يسموه ماتيورتي اونس دايابيتس اوف يوث، اللي هي هذه يحدث في اليانج بيبل، وهذا ليه غالبا يكون الشباب عندهم سمان اوبيس وفي نفس الوقت عندهم سترونج فاميلي هيستوري اوف دايابيتس. جيستيشنال دايابيتس هذا التايب يحدث في الحمل في الثالث تراي مستر ماستر بريجنسي، ديسابير في العاده بعد ما تنجب المراه ما عادش يسكر. لما ندير تحليل السكر بعد ما تنجب نقول نورمالي ديسابير افتر ديليفري ان موست بيشنز. ممكن يصير فيه في يتكرر في كل بريجنسيز او في بعض منهم اللي هي ات مي ريكير ان سبسكوينس بريجنسي اور ري ابير ليتر اون ايفن افتر ايرز. السبب الرابع او الخامس الدرجز هذا تايبس او نتيجه الادويه اللي هي دراجز زي ستيرويدز جلايكوكورتيكويدز اندوكراينوباتيز اللي هو امراض الغدد زي امراض الغدد اللي البيتوتري جلاند اكروميجالي كوشن سيندروم اللي هو زي في انفراز الكروت هرمون اللي هو اكروميجالي. لما يزيد الكورتيزون في الانتيرو بيتوتري جلاند اسف في السوبرالينال جلاند اللي هي انتيرو اللي هو الكورتكس اوف ذا سوبرا رينال جلاند يصير فيه كوشن سيندروم. كذلك لما يصير فيه
هايبر اكتيفيتي في التيرويد جلاند بيفرز التيرويد هرمون بكميه عاليه في الهايبر تايروديزم ممكن يؤدينا الى السكر. باتو فيسيولوجي اوف دايابيتس الهايبر جلايسيميا تحدث نتيجه اما في ابسولوت ديفيسينسي اوف انسولين او ريليتيف ديفيسينسي اوف انسولين. الانسولين نورمالي عنده تو اكشن، اما انابوليك افكت بتزيد و او بينقص اللي هي عندها انتي كاتابوليك افكت. اول واحده يدخل السكر الى الخلايا العضلات وينتج يدخل الى الكبد وينتج لنا الجليكوجين في الكبد والعضلات، فبالتالي جلوكوز ابتيك باي دي ماسلز وجليكوجين سينثيسايز ان دي ليفر اند دي ماسل. استعمال او احتراق الاكسجين اسف الجلوكوز in different tissues exhibit brain كلها بعلاقتها بالانسولين. امينو اسيدز ابتيك باي دي ماسلز وتكوين البروتين لابد في وجود الانسولين. عمليه تكوين الدهون ليبوجينيسيس ان اديبوستيسيس لابد فيها انسولين. الخلايا لما بتاخذ البوتاسيوم وزي ما قلنا في اللي هو في حالات بعد حالات لما يصير عندنا كرونيك رينال فيلير ويصير فيه هايبر كاليميا، وعارفين هايبر كاليميا بس دينجر وممكن تؤدي الى الوفاه، نعطي في الانسولين بس يدخل الجلوكوز الى الخلايا. الانتي كاتابوليك افكت بتاعه يدير عمليه اللي هي بناء او تكوين سكريات من مصادر غير سكريه زي البروتينز. فجليكونيوجينيسيس هي تكوين الكربوهيدرات من سورس مش من كربوهيدرات. اثنين جليكوجينوليسيس اي بريك داون اوف جليكوجين الى جلوكوز، عكس في الاكشن الاول قلنا هو تكوين الجليكوجين في الفتره الاولى. النقطه الثانيه ليبوبروتين لايبيز يدير عمليه ليبولايسيس في جينا كيتوجينيسيس وفاتي اسيد اوكسيديشن، هذه كلها كاتابوليك افكت اوف انسولين. في عمليه في المريض اللي عنده ديفيسينسي في الانسولين ممكن بيصير عنده نقص في الانابوليك افكت وزياده في الكاتابوليك في الانتي كاتابوليك افكت اللي هو يزيد في اللي هي الانابوليزم والكاتابوليزم بيقل. لما البليك جلوكوز ليفل الكونسنتريشن بتاعها تزيد في الدم الى اعلى من 180 ملي جرام بيرسنت هذه يسموها رينال تيرش هولد ليفل اللي هي رينال تيرش هولد، هذا المعدل اللي ممكن الكليه تتحمله في لان في العاده لما يمر الدم في الكلى عن طريق محفظه بيومان يصير في عمليه ري ابزوربشن للجلوكوز كومبليت، بالتالي لما تديروا تحليل البول ما يلقوش سكر في البول. لكن في حالات لما يكون السكر اعلى من 180 في الرئه في الكلى في الدم بالتالي اعلى من رينال تيرش هولد ليفل يصير في عمليه خروج السكر في البول ويعطينا اللي هي جلايكوسيوريا واوزماتيك دايرس اي دي العمليه اللي هي اوزماتيك دايرس. بالنسبه لتايب 1 جينا المريض غالبا بعد علمه اللي هي بوليوريا زياده نسبه عاليه من عمليه اوزماتيك دايرس بيصير في البول، وبولي ديبسيا العطش، بولي فيجا شرب مي كثير، ويت لوس نقص في الوزن، فاتيج ضعف العام، ديهايدريشن جفاف، بلارتفيشن سكين بويلز هو التهاب جلدي نتيجه بكتيريا او التهاب نتيجه لفطريات زي الكانديديا نلقاها في جماعه اللي بنشغل الاسنان نلقاها في الاورال ترش، وفي نفس الوقت نلقاها في اليوفيو فاجانايتس. الدايبيتيك لو قلنا لها كومبيرنج الى التايب 2 الى التايب 1 نلقوها اللي هو اتس It's very common في التايب 1 وممكن يبين بس يجيها بيجينا بدايبيتيك كيتو اسيدوس. التايب 2 اما يكون سيمتوماتيك او اي سيمتوماتيك، ممكن المريض يجينا بدون علامات ونديروا لما بنديروا روتين لفحص للبلد شوجر نلقوا عنده بلد شوجر هاي زي من نحو سن او عنده لوز اوف تيت او عنده اللي هي بيري اودنتال ابسس او بنديروا عمليه جراحيه نعمل تحليل السكر نلقوه عالي، او المريض هنا عنده سيمتومز زي اللي هم سيمتومز اللي بوليوريا بولي ديبسيا بولي فيجيا ويت لوست فاتيج ديهايدريشن بلاد فيجن اند سو.
ديك ديك ايه اللي هو اللي دايبت كيتو اسيدوسيس از انكومن الا في ستريس كونديشن. ممكن يجينا مريض بمضاعفات السكر، وهذه معناها لو جانا بالمضاعفات اللي هي يا اما على العين او على الكلى او على القلب وجانا بالعمدة، معناها ان هذا المريض عنده السكر لمده طويله. ممكن المريض عنده امراض اخرى مصاحبه للسكر اللي هي ليها علاقه بالانسولين ريزيستنس، زي الهايبرتنشن، فاتي ليفر، والهايبر ليبيديميا، وقلنا ابدومينال اللي سيت ابدومينال اوباسيتي. هاوي دايجنوز اللي بلاد شوجر؟ لو عملنا عينه عشوائيه لمريض واكل في السكر، نجو بلاد شوجر بتاعها اعلى من 200، هذا نقول عنده اللي هي سكر. هذه راندوم اسمها راندوم بلاد شوجر. اثنين، فاستنج بلاد شوجر، نديروا عينه للسكر هو بعد ما نخلي المريض من 6 الى 8 ساعات صايم او اكثر في الليل، ونص الصبح ناخذوا له تحليل السكر، هو يسموه هذه فاستنج، نقول في العاده اعلى من 120 ملي جرام بيرسل. في اختبار يديروا اورال جلايكوز توليرانس تيست. المريض اللي شاكين عنده سكر نخلوه صايم طول الليل من 6 الى 10 ساعات، ثم في الصبح نعطوه الوجبه السكريه في اللي هي حوالي 75 ملي جرام من اورال جلوكوز في جلوكوز، وبعدين بعد ساعتين ناخذ بلاد شوجر نلقوه اعلى من 200 ملي جرام بيرسن. المانجمنت اوف ذا دايابيتس، الجول اللي بندروه اللي هي الهدف المفروض من المانجمنت، ان احنا اللي هو اوبتمايزنج جلوكوسيميك كنترول، ان نخلوا الفاستنج بلاد شوجر من 100 الى 120 ملي جرام بيرسن، وبعد الاكل بوست براندن بلاد شوجر المفروض يكون من 140 الى 160 ملي جرام بيرسن، واثناء النوم يكون من 100 الى 140 ملي جرام اللي هو بيد تايم بلاد جلوكوز. التراكمي المفروض يكون اقل من 7، هيموجلوبين اي 1 سي يكون اقل من 7. لابد ندير امبروفمنت للكواليتي اوف ذا لايف، ونقصوا المضاعفات الحالي اللي هي الحاده والمزمنه في السكر، باش نقصوا عمليه الموت من حالات السكر. موديتس اوف موداليتس اوف دايابيتس مانجمنت، اول حاجه يجب نديروا عمليه ايدوكيشن للمريض، بيشن ايدوكيشن لايف ستايل موديفيكيشن، كيف نقصوا له وزنه، ويت ريدكشن واكسرسايز، ونديروا له اللي هي رجيم اكل خاص دايتري مانجمنت. ثم اذا ما نجحش الكلام هذا نخشوا في اللي هي الادويه اللي هي فارماكولوجيكال ثيرابي، اما اورالي زي في التايب 2 او عن طريق الانسولين. الدايتري مانجمنت العلاج بالطعام او برجيم الاكل. تايب 1 دايابيتس ميليتس غالب يكون الناس بتاعنا 10 وسن النمو جروينج، وما عندهاش انسولين اندوجينس انسولين، ما عندهاش ما فيش افراز انسولين من البنكرياس، هو يعتمد اعتماد كامل توتالي ديبندنت ان اوكسجينس انسولين، اكسجين يعطى من الخارج عن طريق الحقن، سو دي نيد مور كالوريز ذان اوبيس تايب 2. إذا هادو ما يحتاجوا إلى الكالوري أعلى من إجماعة الأوبيس تايب 2. تايب 2 دايابيتس ميليتس غالبا يكونوا أوبيس، ومعظمهم عندهم ضغط دم هايبرتنشن وهايبر ليبيديميا، سو إضافة إلى الأوبتيمال جلايكوسيميك كنترول اللي قلنا عليهم بكري، الفاستنج والراندم والأتبيت تايم، مع إضافة لهذا مايا ولا لا، لابد نديرو كنترولينج للبلاد بريشر، ونديرو أيضا كنترولينج للبلازما ليبيد عن طريق الأدوية. هذه كلها تنقصنا ريسك أوف أتيروسكليروس اللي هي تصلب الشرايين. كالوري ريكوايرمنت لكل حاجه بالعيش، الاولد بيشن يحتاج اقل كالوري من اليانج بيشنز،
الاكتيفيتي اللي عنده النورمال اكتيفيتي وعمره 65 سنه ار ريكوايرد اقل لس كالوري دان الذين يشتغلون باعلى ويديروا فيه مجهود اعلى وقوي من الناس اللي ما يديروش اي في مجهود، فاذا يحتاجوا اقل كالوري من الذين يقوموا بالمجهود الاعلى. سو الاكتيفيتي دي نورمال ويت بيرسون ويت مودريت اكتيفيتي ار ريكوايرد لس كالوري ار نيدد ان بيرسون اللي هو ليفينج سيداتوري لايف اللي عنده مور كالوري ار ريكومندد ان بيرسون ويت هيفي فيزيكال اكتيفيتي اللي عنده مجهود اكثر هيفي مجهود قوي. بودي ويت اوبيس بيشن يحتاج لس كالوري دان نورمال ويت بيرسون. اذا لابد جماعه اللي عندهم تايب 2 اللي هو اللي عنده اوبيس في التايب 2 دايبتس ميس لابد من تقليل الوزن، يجب في ويت ريدكشن. البيشن اللي هو قال لك بيشن سبيشال ايلي افتر دايجنوسيس دايتري مانجمنت اند اكسرسايز هاز بينيفيت شل بينيفيشال افكت ان لونج تيرم جلايكوسيميك كنترول and its decrease insulin resistance. اذا تقليل هذا ماي جود كنترول وينقصنا الانسولين ريزيستنس ودير امبروفمنت للبيتا سيل فانكشن. اذا هذه اللي هو عمليه اللي هو تقليل الوزن. The effect of caloric restriction appear early. تطلع العميل نقص في عمليه الطعام اللي في ريستريكشن تطلع العلامات نتاعها او الايفكت نتاع اللي هو النتائج نتاعها حتى قبل ما نوصلوا الى significant amount الى كميه واضحه من نقص في الوزن. اذا نقص تنقيص الوزن very important في الجماعه اللي عندهم diabetes mellitus باش نديروا ثلاث حاجات good control للبلد شكر نقص insulin resistance وكذلك improve البيتا سيلز function calorie content carbohydrate اللي هي هادو ماي الكاب اللي هو نعرف الاكل يكون من 50 الى 55% اوف دايتري كالوري. هذه المفروض من الطعام يكون 55% كربوهيدرات وغالبا يكون كومبلكس كربوهيدرات. الفات يكون في الغداء من 30 ل 35% اوف دايت ديلي كالوريز. يكون البولي ان ساتوريتد 2 الى 1 ساتوريتد ونقصوا الكوليسترول في الاكل. البروتين يكون 15% اوف كالوري وغالبا يكون اللحوم البيضاء اللي هي الدجاج اللي هي اللين بوليتري والفيش اللي هو السمك تعتبر اهم من الريد ميتس اللي هو الخروف والجمل والبقر في الغداء بتاع جماعه السكر. الفايبرس المفروض ان نخلي المريض نعطيه اكل غني بالالياف اما يكون قمح كامل او قمح كامل او حبوب قمح كامل او حبوب او نخاله اللي هي بران. هذه بتدير عمليه تفريغ او دخول الحمام يوميا وبالتالي ينقص عمليه هضم الكربوهيدرات وامتصاصه وبالتالي قل انتقال او زياده السكر في الدم ويعطينا اللي هو يبدا الانسولين يقدر يشتغل كفايه. التوزيع كالوريز شود بي ديستريبيوتد ديستريبيوشن ايكوالي ثرو او اوت ذا دي ناخذوه بانتظام ومن خلال يوم كامل ما نعطوش وجبه واحده خلال يوم كامل. افويدنج لابد نديروا عمليه الامتناع كونسنتريتنج ديم ان وان ميل مش في وجبه واحده. الناس اللي نعطوا فيهم انسولين في العلاج الميل الاكل يكون غالبا مصاحب كونسيدد ويذ ذا تايم اوف ذا تايم كورس اكشن اوف انسولين مع وقت اشتغال الانسولين. السبب باش نديروا افويدنج للهايبوغلايسيميك افتاك. اذا الاكل او اللي بنعطوه المفروض نعطوه مصاحب لوقت
اشتغال الانسولين الاكشن اوف انسولين باش ما يصيرش عمليه هايبو جلايسيميا. ممكن ما بين الوجبات نعطوا سناكس اللي هي سمول سناكس اللي هو اللي هو احنا اللي معرفينها باللغه الدارجه اللي هي وجبات جانب ما بين الوجبات ار جيفن بتوين ميلز باش نحطيها نديروا عمليه عدم تو بريفنت ما يصيرش عندنا هايبوغلايسيميا ات ذا بيك اوف انسولين اكشن. اذا اثناء الاكشن ولما يحدث يصير القمه بالتالي لابد نعطوا ترديدات مجموعه من الترديدات باش ما يصيرش خصوصا اثناء قمه اشتغال الانسولين ممكن يصير باش عندها هايبوغلايسيميا باش نمنع عادي هذه الكومبليكيشن. نعطوا اورال هايبوغلايسيميك ايجنت اذا الاكسرسايز بعدين الدايت الاورال هايبو. طب مش مطلوب علينا شنو هما الادويه هذوي لكن نعرفوا ان احنا في التايب 2 لابد ممكن نعطي اورال هايبوغلايسيميك ايجنت. هذا مو كله مجموعه الطب غير جدول للمعلومات مش مطلوب علينا كطلاب. انسولين ثيرابي الخطوه الثالثه اللي هو انسولين ثيرابي ممكن نعطوه طبعا في التايب 1 دايابيتس ميليتس يعني انسولين. تايب 2 دايابيتس ميليتس نعطوه امتى؟ لو في عدم استجابه للاكل للريفراكتوري اللي هي في مقاومه للاكل والاورال انتي دايابيتيك اورال اللي هو اورال هايبوغلايسيميك ايجنت لو ما نجحتش نحولوه على الانسولين. لو البيشن في حاله ستريس عند انفكشن او عند مايوكارد انفكشن او بيخش عمليه اذا نحولوه على الفول على الستيرويد. اللي ياخذوا في الستيرويد الثيرابي هو تايب 2 لابد نحولوه على الانسولين. اللي عنده هبوط كلى وخصوصا لما يكون الكرياتينين اكثر من 2 نحولوه على الانسولين. اللي عنده امراض حاده في الكبد او عنده تليف كبد هنا لابد ياخذ انسولين. اذا هذا 2. الثالث حاجه لابد في المراه اللي عندها حمل ما يحطوهاش على الاورال هايبوغلايسيميك ايجنت لابد على الانسولين. طبعا الانسولين عندنا اللي هي بريباريشن ديفرنت في التايم اوف كورس اوف اكشن واللي هي البيورتي بتاعها والسورس هل هي من البروك ولا من البيف ولا من الانسان. عندنا الكلاس الثلاثه عند اول واحده في تشتغل سريعه ربط هاي اسمها ريجولار كريستلايد انسولين. الاكشن بتاعها تبدا اللي هو احنا نعرفوه باللغه الدارجه الانسولين المائي السريع المفعول. يبدا المفعول بتاعه البيك افكت يبدا قمه الافكت من ساعتين بعد ساعتين اربعه من اخذ الانسولين وممكن يستمر الاكشن بتاعها من 6 ل 8 ساعات بالتالي هنا نكرره عده مرات في اليوم. الانترميديت اللي يسموه نيوترال بروترومبين انسولين ان بي اتش الاكشن البيك اكشن من 6 ل 12 اذا هنا اعطوها مرتين في العاده في الحاجات هذه من 6 ل 12 ويقعد ديوريشن اكشن من 18 الى 24. اللونج اكشن اللي هي الالترلين او البروتامين زنك انسولين الاكشن بتاعها من 18 البيك اكشن من 14 ل 24 ومن 18 ل 24 وممكن تستمر حتى 36 ساعه بالتالي تعطى مره واحده. الكلام هذا الثاني طريقه الصناعه وغيرها ما يهمنيش باهي بتاع نادي. ايش السنجات نوعها هذه المفروض كل واحد يشبعها ويعرفها حتى بالطريقه وكيف تعبى. الانسولين ريجيم اما يكون سنجل ديلي دوز او سبليت دوز ريجيم او انتنسيف انسولين ثيرابي كل واحده لها انديكيشن. سنجل ديلي دوز ميني بيشن اوف تايب 2 انسولين داز نوت نيد انسولين اكثر من 50 الى 60 وحده. فلو صار في بالفود وبالاورال هايبوغلايسيميك والاكسرسايز ما فيش كنترول نحطوه على سنجل ديلي دوز. يتكون هذه مره واحده في اليوم تتكون الجرعه اللي هي من 50 ل 60 نعطوها انترميديت زائد رابت اكتنج. فاللي هم قلنا مثلا 60 حنعطوه 40 انترميديت اللي هو ان بي اتش و20 اللي هو سوليبل اللي هو رابت اكتنج اللي هي 2 الى 1. هذه نعطوها باش نمنعوا اللي هي البريكفاست الهايبر جلايسيميا. سبليت دوز ريجيم هذه نعطوها في اللي هم
غالبا في الانسولين دايبتس 1 نعطوه في مورنينج دوز 15 جيجا قبل الاكل اللي هي جرعه ثلثينها انترميديت والثلث الثاني سوليبل او رابت اكتنج. لو الجرعه بتاعنا 30 نعطوه 10 رابت اكتنج و20 اللي هو انترميديت. وفي الليل حطوا 15 قبلها ناخذ الثلث اللي كنا احنا الجرعه كامله 30 20 نعطيهم في النهار في الصبح و10 في الليل. ال20 هادو ماي ثلثين ال20 هادو ماي ام بي اتش والثلث الثاني اللي هو اللي هو 2 الى 1 الريشو. في الليل ثلث انسولين ديلي حتي نفس القصه نعطوه اللي هي 2 الى الريشو بتاعها من انترميديت الى الرابت اكتنج من 2 الى 1 انتنسيف انسولين ثيرابي يعني نلتبل سب كيوتينز انجكشن نعطوه مالتبل 3 رابت اكتنج انسولين دوز نعطوه 3 رابت اكتنج في الصبح قبل الفطار وفي الغداء انترميديت وفي العشاء اللي هو في الدينر ونعطوا 1 انترميديت اور لونج اكت انسولين ات بيت تايم. انت نعطوا هديه اللي هو الانتنسيف اذا نعطوا 3 رابت اكتنج انسولين قبل الفطار وفي الظهيره اللي هو انترميديت وفي الدينر ونعطوا واحده يا اما انترميديت لونج اكتنج في الليل اثناء النوم في التايب 1 دايبيتس ميليتس وبعض حالات تايب 2 دايبيتس ميليتس زي اللي عندهم مضاعفات على الكلى دايبيتك نيفروباتي او حد داير زراعه كلى رينال ترانسبلانت او مرأة حامل بريجننسي. رود ادمنستريشن قلنا غالبا حيكون سب كيوتينس. الكومبليكيشن اوف انسولين ثيرابي والموست كومبليكيشن بتاعنا هي هايبو جلايسيميا وهذه تعتبر سيريس كومبليكيشن. ممكن في لوكال كومبليكيشن في مكان الابره يصير فيه اتشنج حكان او يصير فيه احمرار الريتيما او في المناطق يصير فيه ضمور في او اللي هو يا ضمور يا اما هايبر اتروفي في المنطقه الدهنيه. نجو الى الكومبليكيشن اوف دايابيتس. اول كومبليكيشن هي اكيوت دايابيتيك كومبليكيشن وهذه معناها حاده تحدث. وفي كرونيك كومبليكيشن اول اكيوت دايابيتيك كومبليكيشن وتعتبر موست دينجر هايبوغلايسيميك وهذه فيري امبورتنت في كل في يعني سواء السي ام سي كيو غير هذا من الاسئله المهمه. هايبوغلايسيميا قلنا يصير في نقص في السكر وعارفين السكر اللي هو الفيول البنزين او الوقود اللي يتحرك به المخ. فاذا كان نقص السكر نقص السكر اكثر من المعدل الطبيعي اذا يصير في هذا خلاص الموضوع طويل خلاص